جوزيبي ميادزا بهدف نظيف. كرة القدم تحدثت قبل أن يسجل كاتانيا، ممكن وكرة ملعوبة وخطيرة، جول! عاد الانتر سريع، عاد الانتر سريعا عن طريق الضيف الجديد، الضيف الجديد ريكاردو كواريزما يعيد الانتر بسرعة 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 بسرعة. شوف الكرة الماضية اصطدت في المدافع، غيرت اتجاهها وتذهب الى الشباك مباشرة، لكن الضيف الجديد ريكاردو كواريزما ظهور ممتاز في مشاركته الرسمية الأولى مع الانتر. شوف العرضية كانت مثالية، اصطدت في المدافع غيرت اتجاهها.